انتزع انتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تغلبه على غريمه روما بهدف نظيف في قمة مباريات الجولة 11 من الكالتشيو. هدف نيراتزوري الوحيد سجله تشيلي غاري ميدل في الدقيقة 31 من الشوط الأول. هذا وتستكمل مباريات الجولة بست مواجهات الليلة، أهمها قمة من العيار الثقيل تجمع لاتسيو بميلان على ملعب الأولمبيكو.